لكن اللي صار هون في موضوع غزة ايش علاقته؟ ايش علاقته؟ الحرب على ارض المعركة كانت ايش؟ كانوا هم برا جماعتنا مستعدين وبيقاتلوا هذولاك اليهود. وانا قلت لكم انه اليهود ليش بيضربوا امارات وليش وليش بيضربوا ناس مدنيين؟ لسببين. السبب الاول انه يعني يفت في معنويات الناس بشكل عام، يفت معنويات الناس، يعني مش عم بيقاتل المقاتلين، هو يفت في معنويات الناس. اثنين، يا عالم تعدخل انا بقتل المدنيين، وقفوا الحرب، وقفوها. هو بده يوقفها بالطريقة هاي، هذا لما بيسلك هذا السلوك بده يوقفها، بده يوقفها هو. انت بعتوا ليش كان يشتغل بهذا الشغل؟ مش عم يضغطك انك انت توقف، معناته هو مزنوق، معناته هو مزنوق. ومع ذلك بيجوا ناس، هذا الموقف البطولي القارق، تصور لما بيجي انسان بتدلى الى مستوى بصير يتكلم ضد المواقف البطولية هاي، وكتلت الناس وما كتلتش. في صراعك انت مع عدوك هذا اللي اخرجك من ارضك، في صراعك مع عدوك اللي اخرجك من ارضك هذا، ايش تقعد تقول لي خسارة ومش خسارة وكذا؟ وين هاي؟ اي شعوب اللي بتأمن فيها؟ هم الروس لما دخل عليهم هتلر قديش قدموا؟ هذول الكفار، قال الكفار كفار. الروس لما دخل عليهم هتلر قديش؟ من 15 ل 20 مليون وهم يدافعوا عن انفسهم، من 15 ل 20 مليون وهم يدافعوا عن انفسهم. روسيا هذول الكفار، ولحد اليوم بتغنوا بهالبطولة، بطولة مقتل 15 و 20 مليون في الدفاع عن روسيا. لينينغراد أكم مليون قتل في الدفاع عنها، وستالينغراد أكم مليون. ما أحد لا يكون الشعب الروسي اليوم بدين، بدين البطولة والوقوف أمام العدو اللي بده يحتل الأرض، ويقعد يقول لي انقتل وما انقتلش. منطق مين هذا؟ منطق مين هذا اللي بيتكلم الآن بهذا؟ هذا 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 ما بنتمي، لا ما بنتمي لأي أمة، بنتمي للصينيين أبدا، بنتمي للروس أبدا، بنتمي للعرب والمسلمين أبدا، بنتمي لمين هذا اللي بيحكي بهذا الأسلوب؟ بيعرف شو معنى البطولة؟ وبيعرف يعني شو حروب؟ وبيعرف يعني شو تضحيات؟ وشو كرامة؟ وإيش نظر الناس الآن لإسرائيل؟ وإيش نظر الناس للفلسطينيين؟ وين الآن إسرائيل وين الفلسطينيين؟ في منظار العالم، وإيش انعكاساتها مستقبليا؟ فإذا هو مأزوم، بيبقى الواحد مأزوم خلاص بضب حاله بلطم من دون ما حدا يشوفه. أما الدين البطولة كمان، إذا شو اللي بدك إياه؟ بدك نكون أذلاء يعني؟ بدك تكون أذلاء؟ وأنا سمعت كمان من فقهاء السلاطين، وطبعا بديش أقول أسماء الآن، سمعت من فقهاء السلاطين قال لما يدخلوا ما يقاوموش، ضربونا بالطيارات من كل العالم شوفوا، وضربونا بقتلوا المدنيين، احنا ما نردش عليهم عادي تردش. قالها واحد من اللي كنا نحترمه لانه مش شايفين، كنا نشوفه بفتي في مسائل، بس ما هو عادي الله سبحانه وتعالى، ما هذه اسمها الكاشفة، بس هذا الله بده يسقط ناس هو ما كانوش ظاهرين ومعروفين لما بيحكي هالمنطق. وعارفين شو بيحكي كمان؟ بقول هيو شو انقتل من اليهود وشو انقتل منا؟ ليش هم المقاومة قالت لك قديش انقتل منها؟ المقاومة قالت لك قديش انقتل منها؟ ما قالت. انتوا سمعتوا لحد الآن قالوا قديش انقتل منهم؟ ليش مين قال لك الجيوش المتحاربة بتقول؟ لا إسرائيل بتقول ولا المقاومة بتقول أصلا، بعدين بنعرف قديش قتل من المقاومة. أما بقولوش، لا يعقل يقولوا. إذا إسرائيل بتعتم وبتقولش لأنه هذا مفروغ منه في الحروب، بس ليش المدنيين منقول؟ لأنهم هم لما بتكون لهم فضيحة بقتل المدنيين، فضيحة بقتل المدنيين، يا عالم تفضل اللي أنت جبتهم أصلا تحت ستار إنه ذبحهم هتلر ووداهم على المحرقة، وشوف هدول كيف بمارسوا محرقة. أنت معني الآن؟ وهذه بتضربش جبهتك الداخلية انت، لان نفسيتنا احنا بنختلف، احنا فاهمين المسألة تمام، مش زي الشعب الاسرائيلي، مش زي الشعب الاسرائيلي اللي معايشينه في الوهم، اللي طول عمرهم معايشينه في وهم الدولة العظمى
وبيشعروهم انهم هم مسيطرين في الشرق الاوسط، لانه جواسيسنا من حولهم هي اللي معطيتهم الابهة. الان بدهم ينكشفوا على الحقيقة، فبالتالي هم بيخبوا، هم بيقولوش وبصيرش يقولوا هم. انت اولا معني لما بضرب المدنيين تفضلوا. اثنين، انت اصلا بتخباش عندك، ما هو انت فاتح لكل الصحفيين وكل الكذا فيما يتعلق، بس اعطوني صحفي جاب بالنسبة للمقاومة اللي استشهدوا من المقاومين انفسهم. اذا وبالتالي لما يجي واحد من برا يقعد يقول تفضلوا قداش قتل من يهودي، قداش ايش عرفك انت قداش قتل من يهودي، ايش عرفك؟ طب ما هو لحد الان يعني الاحصائيات اللي من خلال الهمس من هون ومن هون ما لا يقل عن 1000 جندي فيما يتعلق بالجنود، بما فيهم مرتزقة، بما فيهم مرتزقة. تستغربوا في 50 يوم معارك طاحنة في برية يكون في 1000 جندي مقتول وبدريش قداش مقاوم كمان. تمام. فهون اذا كيف تيجي بتحكم انت بهالطريقة هاي؟ بتقدر في حرب قائمة. بعدين العجيب انه بتكلموا الحرب قائمة، قالوا له بعض الناس لهذا الرجل شيخ، بس طبعا حكومته ما هي معنية بالموضوع، قالوا له طيب انت اذا بدك تقدم لهم نصيحة لأهل غزة بتقدمها والحرب قائمة، والحرب قائمة النصيحة والحرب قائمة، تقعد تقول لهم من نضرب شو من ما والحرب قائمة، واضح؟ بعدين فقال رده لأنه حلقتين الحلقة حكى فيها الكلام، والناس لما شاف الناس من حوله كلها بتصيح والعلماء أدانوا التفاصيل. طيب شو بررها في المرة الثانية؟ قال لا أنا مش إنهم، أنا عارف إنهم مش راح يسمعوني، لأنه بتوزع على الناس في العالم العربي. ليش؟ طب طالما مش راح يسمعوك اللي شوف يعني عذر أقبح من ذنب. لو كان المسألة لا نصيحة إلهم مشان توصلهم افهمنا. قال بررها انه لا انا مش قصدي يوصلهم، اما مش قصدي للناس هون، بحكي تحكي للناس هون مشان ما يتفاعلوش الناس، مشان الناس ما يتفاعلوش، مشان الناس ما يوقفوش، مشان الناس ما يصيحوش. شفتوا كيف صار يتكلم عن قضية انه في الدين وانت بصير لك تقاوم، وانت قضي يجوز لك وما يجوز لكش، إياكم منكم إيش. وبالتالي طيب ومؤتة قديش لما نقول 3000 مقابل 100، 3000 مقابل 200، ووقف خالد بن الوليد وقاتل أيام مش يوم ويومين، تمام، وقاتل وقتل من المسلمين وقتل قادة، ولما تسمع عن قتل قادة معناته جنود قديش، تمام. فهون إذن هذا المنطق جديد علينا، هون جديد على الأمة أصلاً هذا المنطق. والآن الإعلام اللي إذا بتلاحظوا الإعلام الساقطين في الدول المختلفة هذه اللي بدت إنها هي متحالفة من زمان، متحالفة مع عدو الأمة، وهذا اللي بفسر لنا ليش الأمة بتتراجع كل الأمم بتتقدم ما عدا إحنا. ليش؟ هذول كاينين من أصل هيك بس مش مكشوفين، لكن لما أجا مفترق طريق ولا بد يقرروا انكشفوا. والآن لذلك على فكرة الآن راح يكون إعلامهم بشكل عام مشان شو انغرس في ذهن الأمة يمسح، شو غرسته معارك غزة في ذهن الأمة الآن في الإعلام بدهم يمسحوه. كيف؟ راقبوا الآن مشان وعي زيادة، راقبوا الإعلام كيف هون وهون في هذه الدول الساقطة هاي اللي ثبت إنها متواطئة، وشوفوا كيف إعلامها بده يشتغل مشان يقول لك أبداً ما فيش بطولة، ما فيش كذا، لأنه هذه فضيحة إلهم. إذا هذه البلد الصغيرة اللي محاصرة بتوقف أمام إسرائيل وإسرائيل بتصير الطالب بوقف إطلاق النار، أنتوا شو كاينين تعملوا أنتوا؟ والمليارات اللي بتدفعوها في شراء الأسلحة، هذه المليارات لإيش؟ إذن هي فعلا من أجل الشعوب، هي فعلا من أجل قتل الشعوب، هذا مش نظري وشفناه عملي تقتل الشعوب. ولكن هذا الكلام قلته، هذه اصلا لما تنكشف الحقيقه للامه، انسوا الامه بشكل عام على فكره الغالبيه العظمى منها الكاسحه فاهمه، غالبيه الامه القادره على التغيير فاهمه، بس انت بيستفزك صوت من هون ومن هون ومن هون بيحاول يخذل، هذا شيء طبيعي، وهذا اصلا بعطي وعي اكبر بخليك تنتبه. وبالتالي نتائج هذا الامر راح يكون باذن الله في اتجاه الصح كله.